السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني إعدادي. قعدنا النهاردة مع جزء الإحصاء، هنتكلم عن حاجة اسمها الاحتمال. الدرس دوت احنا اتكلمنا عنه كتير من أيام المرحلة الابتدائية، هنحاول برضه نجمع شوية معلومات تانية عن نفس الموضوع بتاع الاحتمال. نفتكر مع بعض كده التهيئة، أكمل. السؤال الأول بيقول احتمال الحدث المؤكد يساوي نقط. احتمال الحدث المؤكد هيساوي واحد صحيح. زي ما عرفنا ان في احتمال حدث مؤكد، برضه كنا عارفين في حاجه اسمها احتمال حدث مستحيل. ايه الفرق بين المؤكد والمستحيل؟ ان المؤكد احتماله بيساوي واحد، يعني اكيد هيحصل. طب المستحيل احتماله بيساوي صفر. تمام، يبقى احتمال الحدث المؤكد واحد، احتمال الحدث المستحيل بيساوي صفر. يبقى كده هنعرف التجربه العشوائيه. التجربة العشوائية هي تجربة نستطيع تحديد ومعرفة جميع نواتجها الممكنة قبل إجراءها، وإن كنا لا نستطيع تحديد أي هذه النواتج سيتحقق فعلا. يعني إيه؟ يعني إحنا لو رمينا حجر النرد، أنا عارفة إنه هيطلع لي واحد من الست أرقام اللي موجودة، يا إما الواحد يا إما الاثنين لحد ستة، لكن أنهي واحد اللي هيحصل بالظبط؟ قال لي لازم أرمي حجر النرد الأول عشان أعرف. ونفس الطريقة برضه لو جينا رمينا عملة معدنية، عارفين العملة المعدنية بيبقى ليها وجهين، واجهة عليه صورة واجهة عليه كتابة. معنى ان احنا عارفين نواتج التجربة قبل ما نعملوها، يعني انا وانا ماسك العملة المعدنية في ايدي او الجنيه في ايدي، انا عارف ان انا لما ارميه يا اما هيطلع صورة يا اما هيطلع كتابة. طيب هو انا عارف لما هرميه هيطلع صورة ولا كتابة؟ طبعا لا. يبقى معنى كده هي التجربة ديت هي اسمها تجربة عشوائية. فاحنا عارفين كل النواتج اللي ممكن تظهر، بس مش عارفين اي ناتج هيظهر او اي ناتج هيتحقق فعليا. كمان عرفنا قبل كده ان في حاجه اسمها فضاء العينه، وبنرمز له طبعا بالرمز ف. قال لي هو مجموعه كل النواتج الممكنه للتجربه العشوائيه، وقلنا بيرمز لها بالرمز ف. يعني لو تجربه بتاعت العمله هيبقى النواتج بتاعتي الصوره والكتاب، حجر النرد الايه من واحد لغايه ست، واحطها جوه قوس مجموعه. طيب احنا عرفنا التجربه العشوائيه وعرفنا فضاء العينه، تعال نشوف ايه هو الحدث. الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة. الحدث يعني الحاجة اللي بتكلم عليها بتبقى دايما جزء من داخل مجموعة فضاء العينة. لو احنا هنجيب الاحتمال هنرمز للاحتمال بالرمز لام، بنقول الاحتمال وقوع حدث معين، يعني الحدث ده هيبقى ألف أو ب أو جيم. هنجيب احتمال وقوعه ازاي؟ هيبقى بيساوي عدد عناصر الحدث، عدد العناصر بنرمز له بالرمز نون، يبقى عدد عناصر الحدث اللي هو ألف بتاعي على عدد عناصر فضاء العينة، يبقى لام هتساوي نون ألف على نون ف، يبقى الاحتمال للحدث ألف هيساوي نون ألف على نون ف. نشوف كده مع بعض أول مثال. مثال رقم واحد بيقول ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة ولوحظ الرقم الظاهر على الوجه العلوي، اوجد احتمال كل مما يأتي. رقم واحد عايزين احتمال الحدث ألف، وهو حدوث وهو حدث ظهور رقم أكبر من أربعة. الحدث ب هو حدث ظهور رقم زوجي. ج هو حدث ظهور رقم يساوي خمسة. ه هو حدث ظهور رقم أقل من سبعة. د هو حدث ظهور رقم يساوي سبعة. قبل ما نحل نبص إيه التجربة العشوائية اللي حصلت عندنا. هي إلقاء حجر النرد. حجر النرد دوت هنقدره إن إحنا نجيبه فضاء العينة بتاعه. طب هي فضاء العينة بتاعه؟ فضاء العينة من واحد لغاية ستة، لأن أوجه النرد واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. طيب يبقى معنى كده ده فضاء العينة عددهم كم عنصر؟ تمام، ست عناصر. طب أنا عاوز أول حدث هو حدث ظهور رقم أكبر من أربعة. نبدأ نشوف حجر النرد في كام عدد أكبر من أربعة؟ اللي هو الخمسة والستة. جميل، يعني معنى كده إن نون فيه زي ما إحنا قلنا من شوية عددهم ستة، يبقى احتمال الحدث أ بيساوي 2 على 6. جت منين الاثنين ديت؟ عشان في عددين أكبر من الأربعة، الأربعة اللي هم الخمسة والستة. والستة. يبقى الاحتمال بتاع الحدث بتاع حدث ظهور عدد أكبر من 6 هيبقى 2 على 6. باختصرها طبعًا هتبقى 1 على 3. تاني سؤال عندي اللي هو الحدث التاني كان حدث ظهور عدد زوجي. فاحنا الاعداد الزوجيه عندي الموجوده اللي هي الاثنين والاربعه والسته، يبقوا ثلاث احداث اللي هم ثلاث ارقام موجودين اهم من الست ارقام كلهم، يبقى ثلاثه على سته هيساوي نص.
نشوف مع بعض كده رقم 3. عايزين الحدث جيم هو حدث ظهور رقم يساوي 5. هنبص على حجر النرد هو فيه كام حاجة بتساوي 5؟ هو رقم 1. يبقى الحدث عشان أظهر العدد 5 بيبقى 1 على كل عناصر الفضاء العينة اللي هم 6، هيبقى 1 على 6. رقم 4، هي هو حدث ظهور رقم أقل من 7. كل الأعداد اللي عندي هي أقل من 7، كل الأرقام اللي ظهرت أقل من 7، هم 6 أرقام، يبقى 6 على 6 يبقى هيساوي 1 صحيح، اللي هو الحدث المؤكد. طب لو عايزين حدث ظهور رقم يساوي 7، هو حجر النرد فيه 7؟ طبعا لا. يعني معنى كده ان عدد الارقام اللي بتساوي 7 صفر. طيب صفر على فضاء العينه اللي هو 6 هيبقى برضه صفر، يعني ده حدث مستحيل. يبقى المثال رقم 4 ورقم 5 هو عباره عن احداث مؤكده واحداث مستحيله. 4 حدث مؤكد و5 حدث مستحيل. نبص برضه كده للنواتج اللي نتجت عندنا. الحدث الاول كان احتماله 2 على 6، وزي ما اتفقنا لازم يكون ابسط صوره اللي هو ثلث. الحدث الثاني 3 على 6 ابسط صوره اللي هو نص. الحدث الثالث اللي هو ظهور عدد 5 وعدد 7 كان 1 على 6. رقم 4 ده كان الحدث المؤكد اللي هو رقم اقل من 7. رقم 5 كان الحدث المستحيل اللي هو عدد بيساوي 7. يبقى معنى كده هنلاحظ ان احتمال الحدث المؤكد بيساوي 1، وده احنا عارفينه من الاول، واحتمال الحدث المستحيل هيساوي 0، واحتمال الاحداث اي حدث تاني هيبقى ما بين الصفر وما بين الواحد، وممكن ان هو يساوي الصفر فيبقى مستحيل، وممكن يساوي الواحد فيبقى مؤكد. يعني عشان كده قلنا ان لام الف احتمال حدوث اي حدث بقى وقوع اي حدث بينتمي للفتره من صفر لواحد. طب يعني ليه فتره مغلقه؟ زي ما قلنا من شويه، الفتره المغلقه عشان الصفر يبقى حدث مستحيل والواحد حدث مؤكد. وطبعا معنى الفتره يعني كل القيم الحقيقيه المحصوره ما بين الصفر والواحد تصلح ان هي تكون احداث. طب سؤال صغير، ينفع حدث يكون قيمته بتساوي 2؟ لا 2 لا، هي انا عندي 1 اللي هو الواحد الصحيح اللي هو عدد الاحد اللي هو عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينه اللي هو الحدث المؤكد بالواحد الصحيح، ما ينفعش يزيد عن الواحد. تمام. رقم 4، مجموع احتمالات جميع النواتج لاي تجربه عشوائيه بتساوي 1. يعني لو عندنا تجربه عشوائيه فيها 4 نواتج او فيها 5 نواتج، عند حدوث الاربع نواتج او حدوث الخمس نواتج يبقى كده تاكيد للحدوث او تاكيد لاحتمال الحدث. يعني لو جمعنا الاحتمالات الممكنه لاي تجربه عشوائيه الناتج بيبقى بيساوي 1، لان في الحاله ديت احنا حولنا الاحتمالات كامله الى حدث مؤكد. احتمال وقوع اي حدث الف يبقى احتمال عدم وقوعه هيساوي 1 ناقص الف. طيب يعني انا لو احتمال وقوع الحدث عندي نص، يبقى احتمال عدم وقوعه الواحد ناقص الايه؟ النص. شوف كده كم مثال على اللي احنا قلناه من شويه. رقم 1، اكمل طبعا. صندوق يحتوي على 48 برتقاله منها 4 تالفه، فاذا سحبت واحده عشوائيه فان احتمال ان تكون تالفه تساوي نقط وان تكون غير تالفه تساوي نقط. الصندوق اللي عندنا فيه 48 برتقاله، يعني كل اللي انا بدور فيهم او كل اللي انا ببحث عنهم تالفين او غير تالفين عددهم 48. ال 48 دول منهم 4 تالفين، 4 من السلام. بيقول لي وسحبت واحده عشوائيا، يعني انا عملت تجربه عشوائيه، عايزين احتمال ان تكون تالفه. طب نرجع نبص للمساله بتاعتنا، طب ما هو البرتقالات التالفه عددها كام عندنا في المساله؟ 4. وبيقول لي ان الصندوق بالكامل فيه كام برتقانه؟ 48 برتقاله. طب انا اجيب الاحتمال ازاي؟ احتمال البرتقالات التالفه بيساوي 4 على 48. زي ما احنا قلنا ان الاحتمال بيساوي عدد مرات ظهور الحدث على عدد عناصر فضاء العينه. هنا كام حاجه الحدث بتاع البرتقالات التالفه؟ 4. كام حاجه الفضاء العينه لكل التجربه اللي بنعملها؟ 48. طبعا بسطناها ابسط صوره، على الاربعه فيها الواحد، على الاربعه فيها ال 12. عدد البرتقالات الغير تالفه الاول هجيب عددهم، هيبقى 48 ناقص الاربعه التالفين هيدينا 44 برتقال. هو عايز احتمال انها تكون غير تالفه، يبقى هقول 44 على 48 واختصرها لابسط صوره هتبقى 11 على 12 هقسم على الاربعه. طيب نبص للمثال ده كده، احنا كده وصلنا ان الصندوق اللي عندنا فيه كام نوع برتقانه؟ فكر كده مع بعض، يا اما تالفين يا اما غير تالف. جبنا الاحتمال بتاع البرتقالات التالفه طلعت كام؟
واحد على الاتناشر. وجبنا احتمال بتاع البرتقالات الغير تالفة طلعت كام؟ 11 على الاتناشر. لو نفتكر من شوية صغيرين كده قلنا مثال كان في الملاحظات، اسف الملاحظات كانت بتقول ان مجموع الاحتمالات لأي تجربة عشوائية بتساوي واحد. واحد صحيح. طب الاحتمال الاولاني كام؟ واحد على الاتناشر. احنا قلنا البرتقالات يا تالفة يا غير تالفة، يا سليمة يا بيضة. البرتقالات البيضة او التالفة واحد على اتناشر، والسليمة كام؟ 11 على 12. تعال نجمعهم كده، مش هم دول الاحتمالين الموجودين فقط؟ بالظبط. هيدينا كام؟ هيدينا 12 على 12 اللي هي واحد صحيح. عشان كده قلنا ان مجموع الاحتمالات لاي تجربه عشوائيه بيساوي واحد صحيح. واحد صحيح. اذا كان احتمال وقوع حدث ما 5 على 8، هو جايب لي الاحتمال، فان احتمال عدم وقوعه، احنا برضو اخذنا تجربه اخذنا ملاحظه قبل كده ان احتمال عدم وقوع الحدث هيساوي واحد ناقص وقوع احتمال وقوع الحدث. يعني واحد ناقص خمسة على تمانية هتدينا تلاتة على التمانية، عشان الواحد الصحيح بتمانية على تمانية. يعني لما يطلب مني احتمال عدم وقوع الحدث ومديني احتمال وقوعه، واحد ناقص القيمة اللي عندنا. وصلنا دلوقتي لسؤال المتفوقين. كيس يحتوي على عدد من الكرات المتماثلة، منها 5 كرات بيضاء والباقي من اللون الأحمر، فإذا كان احتمال سحب كرة حمراء يساوي 2 على 3، فأوجد العدد الكلي للكرات. نركز مع بعض يا أولاد ونحاول نحل سؤال المتفوقين مع بعضينا. يا رب نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.